كوبا كامل. ذاكروا اولاد، ذاكروا اولاد احسن لكم، ذاكروا احسن لكم. اول باول هنعمل امتحان ان شاء الله المره الجايه على الجرامينوما، امتحان ام سي كيو، امتحان المره القادمه على الجرامينوما. طيب النهارده يا دكاتره هنبدا في شابتر جديد اللي هو الاسبورترز اوف سيركيليشن او الاسبورترز اوف بلاد فلو اللي هو السيركيلاتوري ديسوردرز. بس الورقه اللي قدامنا، الورقه اللي قدامكم، بصوا بس كده على العناوين بسرعه قبل ما نبدا. عندنا اول موضوع هناخده النهارده في السيركيلاتوري ديسوردرز قصه اسمها إيديما. إيديما، وموضوع الإيديما هو فلويدز موجود فين الفلويد؟ انترا سيلولار ولا اكسترا؟ اكسترا، عباره عن تجمع ميه خارج الخلايا في الانترستيشال تيشو والبادي سبيس. طيب ده الموضوع الاولاني. عندك العناوين بتاعت الإيديما اللي هناخدها مع بعض، عندك في الشمال شمال الصفحه causes and pathogenesis of edema. ازاي بتحصل الإيديما؟ الايتيولوجي والميكانيزم. خلاص؟ يعني الاسباب، اسباب الإيديما according للميكانيزم. ناحيه اليمين عندك انواع الإيديما according للديستريبيوشن، يعني هل الإيديما في الجسم كله ولا في مكان واحد؟ هنقسمها جنرايز ولوكالايز. ايه اللي ينفق الجسم كله؟ ايه اللي يعمل إيديما في حته واحده؟ تقسيمه في اللي هي تايبس. العنوان الاخير في الإيديما pathological features. pathological features مقصود بيها ثلاث حاجات. السايتس والجروس، يعني الاورجن اللي فيه إيديما شكله ايه؟ والمايكروسكوبيك ولا الراتري انفستيجيشنز، لو احنا خدنا الميه حللناها يطلع فيها ايه؟ واخيرا الكلينيكال افكت كومبليكيشنز بتاعت الإيديما في كل مكان تاثيرها. ده موضوع الإيديما. الصفحه الثانيه بتتكلم على قصه هايبرينيا اند كونجستشن. والمقصود بالكونجيشن هو تجمع الدم جوه الفينز. طبعا الدم بيتجمع في الفينز نون اوكسجينيتد بلاد، هيعمل مشاكل، ضغط عالي جوه الفينز، الدم الاوكسجينيتد مش هيوصل. طيب العنوان الاولاني طبعا هنقارن الاول ما بين الهايبرينيا والكونجيشن، وبعد كده نتكلم على انواع الكونجيشن كوزز وتايبس، وبعد كده هنتكلم على اخطر واهم مشكله هي الكرونيك جنرالايزد فينس كونجيشن. لما يحصل كونجيشن في الجسم كله ايه السبب؟ ايه الكلينيكال؟ وايه تاثير دوت على الاورجنز؟ طيب نبدا على بركه الله موضوع الإيديما. يلا بص يا شباب، اولا بالنسبه للإيديما اول جزئيه في الإيديما احنا عايزين نعمل ديفينيشن للإيديما. لو انا عايز اعرف الإيديما، طبعا الإيديما يبقى عندي فلويد صح؟ ولكن الفلويد موجود فين؟ انترا سيلولار ولا انترستيشيال؟ يبقى كلمه إيديما معناها accumulation of fluid in interstitial tissue. امال لو الميه اتجمعت جوه الخلايا تبقى ايه؟ اسمها ايه؟ اكيد انترا سيلولار. اسمها ايه بقى؟ هيدروبيك سويلنج، ده ديجنريشن وليس إيديما. يبقى كلمة إيديما ميه خارج الخلايا، يبقى اكسترا سيلولار فلويد اللي هو انترستيشيال فلويد، ميه هنا. كويس؟ انترستيشيال فلويد اند فلويد ان بودي سبيسز. بودي سبيسز زي مين مثلا؟ زي السيرا السكس. فلورا يبقى فيها ميه، البريكارديا فيه ميه، البريتونيا فيه ميه. يبقى عندما يخرج الماء خارج الخلايا هيتجمع في الانترستيشيال تيشو وهيتجمع في البودي سبيسز، والميه دي اكسترا فاسكولار جايه بره الاوعيه الدمويه. طيب الإيديما يا دكاتره في عندنا كلمه بتعبر عن الجنرالايزد إيديما بيسموها اناساركا. زي ايه؟ اناساركا، وكلمه سارك باللاتيني معناها لحم. ساركوي. وانا يعني ايه؟ انا يعني ايه؟ يعني مفيش. كلمه اناساركا يعني مفيش لحم. ايه مفيش لحم؟ ده ايه المقصود يعني؟ يقول لك العام بيبقى منفخ، ولكن الانتفاخات اللي موجوده في الجسم ديت ميه ولا بروتين؟ مفيش بروتين. يعني مصل؟ لا، ميه. كويس؟ فبيسموها اناساركا. فكلمه اناساركا مقصود بيها جنرالايز إيديما، يقول لك العام كله منفخ ميه. اناساركا يعني إيديما في كل مكان، في السب كيوتينيوس تيشو، وإيديما في البودي سبيسز، وإيديما في الاورجنز، حتى الاورجنز جواها ميه. كويس؟ ده بيسموه اناساركا. جنرالايز إيديما. طيب قبل ما نخش في اسباب الإيديما عايزين نعرف ايه الميكانيزم
او الفاكتورز اللي بتاثر على حركه الميه ما بين الدم والانترستيشال ديش. لو احنا عندنا دكاتره بلاد فيسل بهذا الشكل، في عندنا قوه طارده تطرد الميه. طبعا احنا الكابيلاريز اللي في الجسم مقفوله ولا مكرره؟ كورز صح؟ يقول لك الميه اللي هتخرج من الكابيلاريز ليه؟ ايه العوامل اللي تطرد الميه من الكابيلاري؟ اولا ان في ضغط داخل الكابيلاري والاوعيه الدمويه، ضغط ميه، ضغط الدم اسمه هيدروستاتيك بريشر. اسمه ايه؟ هيدروستاتيك بريشر. والهيدروستاتيك بريشر وظيفته ان هو بيريتين الفلويد ولا بيكسبل، بيطرد الميه. يقول لك لو احنا عندنا قوه طارده فقط يبقى عمر الجسم ما هيحافظ على الميه بتاعته جوه الدم، يبقى اكيد الميه هتخرج دايما. ولكن في قوه جاذبه، ففي بيطرد وفي بيشد، ففي عمليه توازن. اللي بيشد داخل الدم يا دكاتره نوع تاني من الضغط اسمه اوزموتيك. برافو عليك. اوزموتيك بريشر مين المسؤول عنه؟ البروتين. البروتين اهم بروتين مين؟ الالبومين. هو بلازما بروتين زي الالبومين، والالبومين والبروتينز اللي موجوده في الدم قوه طرد ولا قوه شد؟ صح؟ قوه سحب. فدي بتريتين الفلويد. يبقى انا عندي قوتين بيشتغلوا عكس بعض هما اللي بيعملوا توازن. هيدروستاتيك بريشر بيكسبل الفلويد، واوزموتيك بريشر مسؤول عنه البروتينز اللي موجوده في الدم وهي بتريتين الفلويد. عشان الميه تخرج يا دكاتره من الاوعيه الدمويه للانترستيشال تيشو، فمين يزيد ومين يقل؟ هيدروستاتيك يزيد. هيدروستاتيك بريشر القوه الطارده تزيد تقوم تطلع ميه بره، ومين يقل؟ والاوزموتيك بريشر يقل، وبالتالي مش هنعرف نحافظ على الميه. امتى يقل الاوزموتيك بريشر؟ لو الميه دوار، لو العيان عنده نقص في الايه؟ في البلازما. تعالوا بقى نشوف اسباب الايديما. دي مقدمه كده بس عشان احنا عارفين هنتكلم عنها. بصوا يا شباب، بيقسموا الايديما، انواع الايديما اكوردنج للايتيولوجي، الى خمس انواع. اول نوع من انواع الايديما على حسب الاسباب اكوردنج للكوز والميكانيزم بيسموها ايه بقى؟ هيدروستاتيك ايديما. اول نوع اسمه ايه؟ هيدروستاتيك ايديما. لما اقول لك هيدروستاتيك ايديما يعني هيدروستاتيك بريشر قل ولا زاد؟ زاد. هيدروستاتيك بس هيساد، هيدروستاتيك بريشر زاد جوه الاوعيه الدمويه. خلاص؟ ده اول سبب، اول ميكانيزم. طيب ولكن الهيدروستاتيك بريشر يزيد فين؟ في الارتريز ولا في الكابيلاريز؟ انت مهما زودت الضغط، لو واحد عنده هايبر تنشن ضغط عالي في الشرايين ده ما يتركش ميه، لان الشرايين يا دكاتره ما هياش مفتحه، ما هياش مفتحه، اللي مفتح الكابيلاريز. وبالتالي بيقول لك ان الهيدروستاتيك بريشر يزيد فين يا دكاتره؟ يزيد في الكابيلاريز، في الاوعيه الدمويه الصغيره الدقيقه او الفينز. ايه علاقه الفينز بالموضوع؟ بص يا اولاد ركزوا معايا في الرسمه دي. لو احنا تخيلنا ان انا عندي اورجن اهو، ادي الاورجن يا اولاد اهو، خلاص؟ والاورجن واصل له ارتريز او ارتريولز دم شريان، وبيخرج منه فينيولز وفينز دم وريدي. سؤال، لو انا عايز ازود الهيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلاريز، ارفع ضغط الارتريز ولا ارفع ضغط الفينز؟ الاثنين. تاني سؤال، يقول لك لو احنا عايزين نزود الضغط جوه الكابيلاري، ايه اللي ياثر على الكابيلاري اكتر؟ لو الضغط عالي في الارتريز ولا الضغط عالي في الفينز؟ لو الضغط عالي في الفينز. لان الضغط العالي في الفينز، ضغط عالي في الفينز هيعمل مقاومه رهيبه في الكابيلاريز. المقاومه دي هتخزن ميه في الكابيلاري وما تخرج. يبقى زياده الهيدروستاتيك بريشر المسؤول عنه اساسا هو الفينز وليس الارتريز. يعني انت عشان لما تيجي تحب ترفع الضغط الهيدروستاتيك، اقفل الفين، زود الضغط في الفين. يعني هعمل حاله من الفينس كونجيشن. هعمل حاله من ايه؟ الفينس كونجيشن. ما هو ارتفاع ضغط الفين وعدم تدفق الدم في الفين اسمه كونجيشن. طب ازاي بيحصل فينس كونجيشن؟ عندي حاجه من اتنين، يا اما ان الفينس كونجيشن يبقى لوكال، يعني انا عملت فينس اوبستراكشن، الفين اتقفل. ايه اللي ممكن يسد فين؟ اشهر حاجه ايه مثلا؟ ترومبس. جلطه. يقول لك الفين لو قفل بجلطه، ومن اشهر الجلطات يا دكاتره اللي تقفل الفين جلطات الاورده العميقه في الرجل. ليه جلطات الرجل اكتر من جلطات الابر نيرف؟ عشان لان الدم تحت، حركه الدم تحت اسرع ولا اكتر؟ مور ستيز اكتر.
والاستيزي سهل على تكوين الجلطه. فبيقول لك الجلطات العميقه في الرجل اللي بيسموها ديب فينوس ترومبوز، ديب فينوس ترومبوز، يبقى احد اسباب زياده الضغط في الفين والهيدروستاتيك بريشر اقفل لوكال. طب هل في حاله ممكن يقول لك العيان ده لوكال قفلت الفين بس، فين واحد بس اللي زاد فيه الضغط؟ طب هل في عيان الدكاتره عنده زياده في ضغط جميع الفينز اللي في الجسم؟ كل الفينز ضغطها عالي؟ كل الفينز الدم فيها ما بيتحركش كويس؟ طب كل الفينز فيها مشاكل؟ اكيد العيب مش في الفينز صح؟ كل الفينز بايظه؟ لا، اكيد العيب في مين؟ في القلب. انه ناحيه في القلب اللي بتستقبل دم الفينز؟ الرايت. فالرايت لو فشل في استقبال الدم، الدم يحتقن في الفينز، يبقى في حاله الرايت سايدد هارت فيلير. يبقى ممكن الفينس كونجيشن يبقى لوكالايزد او يبقى جنرالايزد في جميع الاورده. ولو كان جنرالايزد يا دكاتره يبقى اكيد العيب مش في القلب، مش في الفينز، اكيد العيب في القلب مش عارف يستقبل. ده العيان اللي عنده رايت سايدد هارت فيلير. نستنتج من ذلك ان العيان اللي عنده جلطه في رجله في الاورده العميقه في الرجل، حجم الرجل بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. عنده إديمة صح؟ الميكانيزم هيدروستاتيك. والعيان اللي عنده فشل في الناحية اليمين في القلب عنده إديمة، الميكانيزم هيدروستاتيك. يبقى دي الهيدروستاتيك إديمة، ده أول نوع من أنواع الإديمة. النوع رقم اثنين يا شباب من أنواع الإديمة اسمه أوزموتيك إديمة، يعني الأوزموتيك بريشر جوه الفيسلز زاد ولا قل؟ قال ما عايز اطرد الميه، يبقى يقل. اوزموتيك بريشر اللي هو بيطرد ولا بيحافظ على الميه؟ بيحافظ على الميه. فانا لما اقلله مش هحافظ عليها، هتخرج الميه، لان البروتينات اللي ماشيه في الدم ليها خاصيه الاوزموزز انها بتسحب الميه تشد حواليها. فلو احنا فقدنا بروتينات الدم يبقى ما عادش في حاجه تشد الميه حواليها، يبقى الميه هتهرب لان الكابيلاريز مخرمه مش محتاجه ضغط خالص، هي هتهرب لوحدها، اللي بيمسكها ما عادش موجود. فيقول لك نقص البروتينز، مين اهم بروتين يا ولاد؟ الالبومين. برافو عليك، نقص الالبومين. طب عايزين نفكر مع بعض ايه اسباب نقص الالبومين؟ هو اول مصدر للالبومين الانتيك. موجود في البروتين في الاكل؟ فين؟ ايه اشهر البروتين فيه؟ في الالبومين؟ ايه اشهر البروتين؟ بروتين الانيمال بروتينز كلها. انيمال بروتينز هتلاقي فيها البومين. فيقول لك واحد ما بياكلش الكوم، واحد ما بياكلش لحوم في نقص في الانتيك. ولو ما بتاكلش لحوم ليه؟ يقول لك انا فيجيتيريان، انا نباتي. ياكل فول، الفول في البومين؟ لا. كويس. فيقول لك نقص الالبومين ممكن يبقى نقص في الانتيك. نقص في الانتيك ده وارد. واحد بيقتل الالبومين. برافو عليك. او ممكن السبب الثاني لنقص الالبومين هو الالبومين ملوش مصدر غير الاكل. الليفر. في مصنع بيصنع علمه اللي هو مين؟ الليفر. العيان اللي عنده ليفر ديزيز، زي مثلا العيانين اللي عندهم مشاكل كبديه مزمنه زي عندنا في مصر اللي عندهم ليفر فيلير، اللي عنده فشل في الكبد يبقى ده عنده نقص في الالبوم بسبب نقص التصنيع. يبقى نقص في الانتيك ونقص السنتسيز. ايه تاني؟ بيطلع كده. ممكن يبقى عنده قلب بياكل قلبه والليفر سليم وقيس القلب في الدم مش موجود، ليه فقط؟ طب هيفقده فين؟ يفقده في حالتين، يفقده يا اما عن طريق الكدني. الكدني يا دكاتره بتسقط وقع البروتين في اليورين، ما بتحافظش على البروتين، خدت امانه مش عارفه تحافظ عليه. الكدني اللي بتسقط البروتين في اليورين بيسموا هذه الحاله نف رو او او وليس اي، نفروتيك ديزيز. خلاص، يبقى حالات النفروتيك ديزيز اللي الكدني فيها مشاكل. في مشكله في البرميابيلتي بتاع الممبرين بتاع الكدني، عارفين ان البروتين محتاج تشارج شحنه عشان ما ينزلش، فبيفقد البيس ميمبر الموجود في الكدني بيفقد شحنته لسبب ما، عده امراض ممكن تعمل القصه دي، فيقوم البروتين ما عادش بيتكهرب ويقوم نازل. تمام؟ فده بيسموه نفراتيك. او ممكن يحصل فقد البروتين بطريقه اخرى عن طريق الانتستين. يقول لك العيان ما بيمتصش البروتين، ياكل مهما ياكل بروتين وجاي ينزله. بيقول لك بروتين لوزنج انتيروباثي. يعني ايه كلمه انتيرو؟ انتستاينال انتيروباثي في حالات بعض امراض البستن اللي بيفقد فيها العيان البروتين. يبقى نقص البروتين ممكن يبقى نقص انتيك او نقص
ابسنسس او زياده في اللص في النفراتك والانتي روبتي. احنا قلنا النوع ده اسمه ايه من القديمه؟ اسمه سمول. السمول اللي هو نقص فين؟ في البروتين. اشهر بروتين بيقل مين؟ الالبوم. ايه اسباب نقص الالبوم؟ واحد نقص الايه؟ الانتي. اثنين نقص الايه؟ سنسس يعني ليفر ديزيز. ثلاثة نقص زيادة في اللص. زيادة في اللص عن طريق الكيدني يبقى اسمه بس كاريه، يبقى اسمه ايه؟ نفراتي. ولو عن طريق الانتستاين يبقى اسمه انتي روبرتي او بروتين لوزنج انتي روبرتي. طب احنا عايزين نشوف الميكانيزم. ركزوا معايا يا ولاد عشان هيحصل حركة غريبة جدا دلوقتي. بيقول لك لو احنا عندنا نقص في الاسموتيك بريشر كمية البروتين اللي موجودة في الدم قليلة هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ مش هنقدر نمسك الميه يحصل ايه دي؟ طيب ادي البلاد فيسل اهو، ادي الكابيلاريز مخرمه اهي، ما عنديش بروتين، هيقوم يحصل ترشيح ميه بره. ليه مفيش بروتين يحافظ على الميه؟ ميكانيزم كويس. لو حصل اديما يا دكاتره معنى كده ان جزء كبير من الميه اللي موجوده في الجسم بقت بره، من موجوده في الفيسلز بقت بره. الضغط في الفيسلز زاد ولا قل؟ قل. الضغط لما يزيد داخل البسل ليه قل؟ لان الميه هربت. فكميه بغض النظر كميه الدم اللي واصله للاورجنز دفع الدم البرفيوجن توغل الدم في الانسجه بيقل ضغطه قل. الضغط بيساعد على الدفع، بيساعد على البرفيوجن. ومن ضمن الاورجنز اللي هيحصل لها هايبو برفيوجن الكيدني. مين؟ الكيدني. ايه المشكله يا دكاتره لو الكيدني ما وصلهاش دم، دفع دم متدفق بكميات كافيه؟ مفيش سولت انيميشن. يقول لك ان الكيدني لو جاعت، لو عطشت، لو اتخنقت تفرز هرمون الطوارئ بتاع الكيدني اسمه ايه؟ هيقوم الرينين يعلى. والرينين بيعمل ايه؟ الرينين انجيوتنسين الدوستيرو. اشتغل بقى في ميكانيزم عالي قوي. رينين انجيوتنسين الدوستيرو. ووظيفة الالدوستيرون، ركز كده معايا، الالدوستيرون بيعمل ايه؟ ريتين. الالدوستيرون بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. ما هي عايزه تحافظ على الميه اللي توصل لها. يقول لك لا خلاص نحبس ميه وملح، نزود الملح في الفيسلز ونحبس الميه. فيحصل سولت اند ووتر ايه؟ ريتنشن. سولت اند ووتر ريتنشن. يقول لك طب لو حصل سولت اند ووتر ريتنشن الضغط جوه الفيسلز اخباره ايه؟ هيزيد. صح؟ صوت الوتر ريتش هيزود الضغط، ممكن يزيد قوي زياده عن اللزوم وتخش في حاله ايه؟ الهايبروستاتيك. يعني ممكن سولت اند ووتر ريتنشن لو زايد قوي ممكن يقوم مدخلني في هايبروستاتيك بريشر يزود القيمة اكتر، لو انا عمال لسه بفقد بروتين. يعني هي كان هدفها انها تصلح الايرور اللي موجود، ايرور ما في نقص بروتين. والميه بتهبط. كويس؟ طيب احنا عملنا صوديوم اند ووتر ريتنشن ولسه البروتين بيخرج، عماله تزود الالدوستيرون، بروتين بيخرج الالدوستيرون، ممكن نخش في قصه الهايبروستاتيك. يعني الاوزموتيك ممكن يوصل للحاله دي. الاوزموتيك ممكن يوصل للحاله دي. دكتور يعني الفرفيوجن في الكابيلاري ازاي؟ لا الفرفيوجن في حالات الهايبروستاتيك اي قديمه الفرفيوجن قليله. اي قديمه وصل قديمه خلاص يبقى في ميه في التيشو. طالما في ميه في التيشو يبقى كميه الميه اللي هنا بتبدا تقل في الاتجاه. طيب يبقى احنا يبقى اذا قلنا واحد هيدروستاتيك، اثنين ايه؟ اوزموتيك. في عندنا سبب ثالث يا دكاتره من اسباب الإديمة. بص معايا بقى السبب رقم ثلاثه من اسباب الإديمة اسمه ليمفاتيك. ليمفاتيك بسنس. مواسير الصرف حصل فيها ايه؟ سجلت. الاوعيه الليمفاويه يا اولاد، هي وظيفه الليمفاتيك بسنس. ايه وظيفه الليمفاتيك بسنس؟ فاهم ايه؟ لا الليمفاتيك فيسلز وظيفتها انها بتاخد الميه اللي موجوده في التيشو، صح؟ تيشو فلويد. تيشو فلويد بس. هل هي بتاخد تيشو فلويد بس ولا ويست برودكتس كمان؟ ويست برودكتس. بتاخد ميه ومخلفات خلايا، نواتج انفلاميشن، ايه بكتيريا ميته، توكسنز مكسره، تاخد صرف مجاري، صح؟ يقول لك لو حصل ليمفاتيك اوبستراكشن. ليمفاتيك ايه؟ اوبستراكشن. الانسداد الليمفاوي هيرفع الضغط جوه الليمف. انا الليمف لو مسار الليمف بهذا الشكل في الاتجاه ده وانا عندي الانسداد في الحته دي يبقى الضغط عالي فين؟ عالي بروكسيمال. فالضغط العالي هيمنع سحب الميه اللي في التيشو، يبقى الميه اللي في التيشو تزيد ولا تقل؟ تزيد. بس هل هي ميه ولا ليمف؟ ليمف. فيسموه ليمفاتيك اوبستراكشن، ده احد الاسباب. يبقى عندي سبب اسمه ليمفاتيك اوبستراكشن.
تعرفوا تقولوا لي اسباب للمبادئ الاستراكشن ايه اللي ممكن يسد اللي او رقم واحد رقم واحد التهاب الاوعيه الليمفاويه يقول لك الوعاء الليمفاوي نفسه لو التهب جداره بيدخل ويقف التهاب الاوعيه الليمفاويه اسمه ايه ليمف ادينايتس انجايتس ليمفانجايتس حد فاكر كان فيه بارازايت يجي عن طريق الموسكيتو عن طريق الناموس يعيش جوه الليمف يعمل له التهاب ويقفله كان اسمه ايه لا مش كوكسو خالص اخت الملاريا الفيلاريا يبقى من اشهر اسباب الليمفاتيك اوبستراكشن ان دوده بارازايت يعيش جوه الليمف ويعمل فيه التهابات زي الفيلاريز ادي واحد تمام لسه الاولاني ايه تاني ممكن يقفل الاوعيه الليمفاويه اللي ممكن يقفل الاوعيه الليمفاويه اخطر حاجه السرطان اخطر حاجه في المالجنت تيومر اللي في السرطانات هو ايه اللي يفرق السرطان عن الورم الحميد ان الورم الحميد لا ينتشر بينما السرطان ينتشر عنده قدره على التوغل والاختراق يعرف يخرج فالسرطان من مشاكله انه بيخرج ممكن يخرج الاوعيه الليمفاويه ويسدها يبقى السبب رقم 2 لانسداد الليمفاتكس اخطر من الفيلاريا مليون مره هو التيومر سرطان قاعد لي هنا وقافل الليمفاتك بس يوم يرش عارفين اشهر مثال على كده ايه يقول لك الفيميل لو عندها كانسر بريست كانسر بريست يقول لك السرطان قد كده اهو والبريست قد كده اهو ايه اللي نفخ البريست الليمفاتيك إديمة لان سرطان البريست شاطر قوي في حته الليمفاتيك بيرميشن يعرف يخرج الاوعيه الليمفاويه يسدها فيقوم الليمف يرشح في البريست والبريست يتنفخ بينما التيومر في حته كل البريست منفوخ مش في الحته دي بس ده بيسموه كان ليه شكل كده بيسموه بيسموه ايه كودرانج كودرانج بيقول لك بيبقى منفخ ومنقر عامل زي قشر البرتقال كودرانج ده المثال بتاع الكانسر بريست يبقى قلنا السبب رقم واحد لينفاتيك اوبستراكشن عن طريق الدوده السبب رقم اثنين لينفاتيك اوبستراكشن عن طريق التيومر هما لما يجوا دلوقتي عايزين يعالجوا مريض عنده سرطان بيعرضوا له راديشن بيعالجوا السرطان بيشيلوا السرطان بس لا بعد ما بيشيل السرطان يعرض المكان للراديشن ليه بيعملوا ريديو ثيرابي؟ ايه ده؟ لان هو مش متاكد ان هو شايل كل التيومر لان التيومر بيتوغل هو الجراح الدكاتره شايل اللي هو شايفه بس انما ممكن السرطان يبقى مخترق على مستوى الميكروسكوب الخلايا حاجات انا مش شايفها فيقول لك يبقى احنا نعرض نضرب المكان ونروح دماغنا يضرب المكان بالاشعاع فلو ضرب المكان بالاشعاع بالراديو ثيرابي يحصل ايه في الاوعيه الليمفاويه؟ الراديو ثيرابي ده بيموت انسجه يقفل الاوعيه الليمفاويه. يقول لك حتى العيان لما تعالجه من التيومر وتعمل راديو ثيرابي الراديشن نفسه بيعمل التهابات ويسد الليمف. ايه كمان؟ يقول لك هو احنا لما عيانه بتعمل راديكال ماستكتومي بتعمل ايه؟ راديكال ماستيتوم يعني استئصال كامل جذري للبريست بيشيل البريست بس ولا بيشيل الليمف نودز مين اشهر ليمف نودز بيدرين ليها اكزيلر صح طب هل الاكزيلري ليمف نود مخصصه للبريست فقط لا يقول لك طب لما تشيل الليمف نودز اللي بتدرين كمان الابر ليمف هيحصل ايه في الابر ليمف ما هو الليمف مش هيعرف يوصل ليه ما انت شلت الغده الليمفاويه بس انا شلتها مضطر لان في سرطان. يقول لك الاوعيه الليمفاويه مش هتعرف ترشح توصل الليمف بيقوم الابر ليمب يكبر. طب دي ما بيعدهاش بيسيبوها كده ليها علاج بيبداوا يعملوا زي خدمات ليمفاويه كده صناعيه يوصلوها المكان يوصلوها يعملوها شانس مع الفينز ليها حلول جراحيه بس طبعا قصه شغلانه يعني. فعشان كده يقول لك ما تستغربش لو لقيت المريضه اللي عندها كانسر بريست وشالوا لها السرطان وشالوا لها الليمف نودز اللي في الاجزاء اللي عملوا اجزيلا للسكشن ما تستغربش لما تلاقي الابر ليمب وارم كمان 4 سنين. يقول لك تيجي الفيميل بعد العمليه بعدها ب 4 سنين نسينا القصه خلاص وتعالجت من السرطان والف مبروك يا ماما خفينا وبقينا كويسين تلاقي الابر ليمب ده وارم منفوخ بسبب الليمفات الجديده. ليه؟ لان الريموفال اوف ليمف نود احد الاسباب اللي تعمل الليمفات الجديده. هو الليمفاتيك هتروح لمين؟ ما عادش فيه ليمف نود. يعني في الراديشن عشان بموت الليمف نود. في الراديشن عشان بيعمل التهابات في الاوعيه الليمفاويه. والسيرجيكال ريموفال في ليمف نود بشيل الليمف نود فالليمف مش هيروح مش هيلاقي مكان يروح فيه. مش هيلاقي مكان مخرج. خلاص يا اولاد؟ ده بالنسبه للاسباب. عايز يا سامي؟ عايزين مروحه اشغلكم دي؟ لا ده احنا كنا بنطفيها. مش عايزين.
طيب تعالوا قولنا نراجع الثلاث حالات ديت قبل ما نخش في الرابعه والخامسه. احنا قلنا اول نوع من انواع الايديما اسمه ايه؟ هايدروستاتيك. وده بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. هايدروستاتيك بريشر في الارتريز ولا في الفينز؟ الفينز. فيأثر على الكابيلاريز. ايه الاسباب اللي تزود الهايدروستاتيك بريشر في الفين؟ اكيد الفين كوم جست لوكال او جنرال. اديني مثال على لوكال كونجيشن في الفين. ديفيتي جلطه. اديني مثال على جنرالايز كونجيشن في الجسم كله. رايت سايد هارت فيلر. ده الهايدروستاتيك. النوع الثاني اسمه اوز موديك. يزيد ولا يقل؟ يقل. معناها نقص في الالبومين. حالات نقص الالبومين يا اما نقص في انتيك او ليفر ديزيز او رينال اسمها ايه؟ نيفروتيك او انتيروباثي في الامعاء. تمام. الازموتيك ايديما تؤدي الى سولت اند ووتر ريتينشن. ايه الفكره؟ ان انا بشغل ان الكيدني بيحصل لها هايبو برفيوجن وبالتالي بتعدي الرينال واخش في القصه بتاع الالدوستيرون سولت اند ووتر ريتينشن. النوع الثالث من انواع الايديما اسمه ليم فاتيك. يحصل ايه في الليم فاتيك؟ اوبستراكش. اسباب انسداد الليمف رقم 1 ليمفانجايتس. زي دوده اسمها فيلاريا. بص بقى 3 2 و 3 و 4 اورام. 2 تيومر نفسه. 3 وانا بعالجه بريديو ثيرابي. 4 وانا بعالجه بسيرجيكال ريموف بالليمف نود. يبقى اذا مرتبط جدا الليمفاتيك اوبستراكشن بالتيومرز. اتفضل. الفينس ما احنا قلنا في الاول الفينس كونجيشن اللي عندي ضغط عالي في الفينز. الرسم اللي انا رسمتها الضغط العالي فينس كونجيشن معناه اكيوميليشن اوف بلاد ان فينز. يعني الدم متجمع فين ما بيتحركش. الفلو ضعيف. الفلو الضعيف ده عامل ضغط جوه الفين فعامل مقاومه قصاد الكابيلا. ما هو الكابيلا هيصب في الفين صح نهايته فين. فالمقاومه العاليه في الكابيلا ديت هترفع الضغط في الكابيلا ومرشحه ميه. كويس. ده بالنسبه للثلاث اسباب الرئيسيه. في عندنا دكاتره سببين كمان للايديما. يبقى احنا قلنا الاسباب الثلاثه ايه تاني؟ هايدروستاتيك. عندي سببين كمان. سولت اند ووتر ريتينشن. وده ميكانيزم عالي ده لعب هرمونات. الدكتور مش ده كان في الاوزموتيك بريشر؟ اه ما هو ده بيوصل ايه بس ممكن مستقل لوحده من غير اوزموتيك. سولت اند ووتر ريتينشن زاد. حصل ازاي احتباس للميه والملح؟ يبقى احنا عايزين نزود هرمون ايه؟ الالدوستين اللي بيعلى لما مين يزيد؟ الرينين. يبقى هنلعب على مين؟ على الكدني. بص بقى هنلعب على الكدني عشان اعمل صوت الالدوستين ريتينشن. اللعب على الكدني حاجه من اثنين. يا اما ان الكدني تلتهب يحصل فيها التهابات. التهابات الكدني حاله طوارئ. الكدني اللي بتلتهب الدكاتره يبقى فيها انفلاماتوري اكسيديت وايديما وميديتور والدنيا بتتبهدل ونقص في الاكسجين الدنيا بايظه خالص. التهابات الكدني تسمى جلوميرولونيفرايتس. اسمها ايه؟ جلوميرولونيفرايتس. فهذه الحاله ركز معايا في الحته دي كويس. هذه الحاله اللي بدايتها كانت نيفرايتس التهابات وصلتنا الايديما تسمى نيفريتك. نفرتك بالاي وليس بالاو. اللي بالاو ده كان ايه؟ الاو اوزموتيك. الاو اوزموتيك. انما النفرتك الاي انفلاميشن. ايه الميكانيزم؟ ده قصه وده قصه ثانيه. النفرتك لو حصل انفلاميشن في الكيدني نفرايتس الكيدني تعمل ايه؟ زود الرين. والرين يعمل ايه؟ زود الالدوستير. والالدوستير بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. طب ايه مشكله ايه يعني لما احبس ميه وملح جوه الاوعيه الدمويه؟ سولت اند ووتر. لو حبسنا ميه وملح جوه الاوعيه الدمويه يحصل ايه في الضغط؟ يبقى اذا السولت اند ووتر ريتينشن بيوصلني الى هيدروستاتيك. كل الطرق تؤدي الى روما. خلاص في الاخر هنوصل هيدروستاتيك برضه. طيب يبقى لعبنا على الكدني رقم واحد عملنا فيه التهاب. رقم اثنين رقم اثنين يقول لك ممكن نلعب على الكدني نجوعها نعذبها. يقول لك ما يوصلهاش اكسجين او ما يوصلهاش بلاد سبلاي كويس. زي مثلا لا 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 العيان اللي عنده هارت فيلر. عنده ايه؟ هارت فيلر. هو المريض الدكاتره اللي عنده مشاكل في القلب الجسم هيوصل له كميه اوكسجينيتد بلاد مناسبه؟ ما هو الهارت فيلير هو اصلا هارت فيلير الديميشن بتاعه انسفيشن كارديك ابوت. انا ما بديش كارديك ابوت مناسب لاحتياج الجسم.
وبالتالي الكيدني مش هيوصل لها دم كويس، ولو ما وصلهاش دم يعلى هرمون الايه؟ الرين، والرين هيعلي الالدوستيرون. عشان كده اقول لك المريض اللي عنده هارت فيلير بيحصل له اديما، المريض اللي عنده هارت فيلير بيحصل له ايه؟ اديما. الميكانيزم ايه؟ والوسيط مين؟ الكيدني. ان الكيدني مش هيوصلها دم كويس، اكسجين مش كفايه، تبدا تعلي الرين، ده هرمون طوارئ بالنسبه للكيدني، ويبدا يحصل صوت ادوات. دكتور انا عايز البيجنت اللي هيبقى عنده مثلا رينال هايبرتنشن، يعني هو الرينال هايبرتنشن مريض ضغط عالي كويس، ده هيبقى اكيد عنده قديمة؟ لا طبعا خالص، ولا ده ملوش دعوه؟ لا لا هايبرتنشن هو تاني، لا هايبرتنشن عكس ان بيجيب دم كتير وضغط كتير جوه الكدني، ده قصه ثانيه. تمام، احنا عايزين هايبرفيوجن، مش عايز اوصل دم، ان هايبرتنشن مش دم كتير. طيب ده بالنسبه لولاد الفاتيك بستراكشر، قلنا الرابع سولت اند ووتر ايه؟ ريتنشن سبب الرابع. طيب في عندنا شكل من اشكال الاديمه او نوع من انواع الاديمه اسمه increased permeability، اسمه ايه؟ increased permeability. سمعت permeability of ايه؟ of capillary. يعني ايه ازود permeability بتاع capillary؟ اعمل ايه يعني؟ اوسع ايه؟ ده ميكانيزم تاني خالص، لا ضغط عالي ولا بروتين قليل ولا انسدادات ولا ميكانيزم تاني خالص. يقول لك انا عندي البورز الضغط زي الفل والدنيا كويسه، ولكن هوسع بس البورز، تفتح البورز. طبعا البورز عشان توسع محتاجه رياكشن من الاندوثيليوم، صح؟ ما انا عندي كل اندوثيليا والثانيه فيما بينهم بور كده اهو، يقول لك عشان نوسع البور ده الاندوثيليوم عامل كونتراكشن. ايه اللي ممكن ياثر على الاندوثيليوم ويعمل له كونتراكشن يقوم البور يفتح؟ اللي هو الانفلاميشن عن طريق الميدي بورز. يبقى اذا البرميابيليتي قد تحدث مع الانفلاميشن، لازم تحصل مع الانفلاميشن عن طريق الميدييتورز. طيب زود سبب كمان، يبقى الاندوثيليوم عمل كونتراكشن عشان انا اديته اوامر كيماويه، صح؟ ميدييتورز فتح البور او ده اتكسر، فتحت البور تبدا الميه تخرج، ده سبب. السبب الثاني يقول لك طب لو الاندوثيليوم حصل له هايبوكسيا، يعني الاكسجين اللي وصل للاندوثيليوم بدا يقل ويطلع عامل كونتراكشن او يتكسر، فيقوم يفتح البور بفور واسع. امتى يحصل هايبوكسيا للاندوثيليوم؟ لو في هايبوكسيا في الجسم كله، برضه ده العيان اللي عنده هارت فيلير. يبقى لحد دلوقتي العيان اللي عنده هارت فيلير، سؤال بقى وركز معايا في السؤال، العيان اللي عنده هارت فيلير ممكن يحصل له اديمه بكام ميكانيزم؟ ثلاثه. برافو عليك، ثلاثه ميكانيزم الاولاني، لان عنده كونجيشن في كل الفينز، فعنده هيدروستاتيك بريشر عالي يرشح ميه. ادي سولت اند ووتر ريتنشن. برافو، سولت اند ووتر ريتنشن، لان الهارت فيلير مش هيوصل دم كويس للكيدني، فتعلي الالدوستيرو، سولت اند ووتر ريتنشن. ده الميكانيزم الثاني. الميكانيزم الثالث بيرميابيليتي تزيد، لان الهارت فيلير مش هيوصل اكسجين للكابيلاريز، فتزود البيرميابيليتي. عشان كده العيال عنده هارت فيلير لازم يجي له اديمه. دكتور ثلاث اسباب. ازاي الاندوثيليوم بيستفيد من الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم لو عندك كميه الاكسجين اللي وصل الاندوثيليوم قليل، هيحصل حاجه من الاثنين. رقم واحد، يوم جاي حاصل رياكشن جوه الاندوثيليوم. على فكره عمليه الفلاتنج في الاندوثيليوم دي عمليه اكتف، ان هو يقوم مبطط كده وفارد نفسه، محتاج على طول يبقى فيه طاقه. لا، عمليه الفلاتنج كون ان هو يبقى على طول فلات بهذا الوضع، العمليه دي عمليه اكتف. يعني هو عشان يفضل فلات وقافل لك مضيق لك البور، العمليه دي عمليه اكتف، هو متنشن نفسه. طب انا مش هديله طاقه. ايوه رايح. انا بحسب ايام الكونتراكشن. ده باسف. العكس. باسف. وممكن يحصل ايه ثاني؟ ممكن يحصل دامج يتكسر. يقول لك خلاص انا مش واصل لي اكسجين، يقع يتكسر، الفتحه توسع. تمام؟ ده بالنسبه لميكانيزم الاديمه. تعالوا نراجع ثاني الاسباب، عندي قلنا بقى خمس اسباب يلا. هسالي كده بسرعه، اول ميكانيزم اسمه ايه؟ هيدروستاتيك. هيدروستاتيك بريشر يقل ولا يزيد؟ يزيد. وده معناه ان الفين لازم يبقى فيه كونجيشن. كونجيشن لوكالايز ولا جنرالايز؟ الاثنين. الميكانيزم الثاني اسمه اوزموتيك، وده معناه نقص في الالبومين، ونقص الالبومين يا اما نقص انتيك او ليفر ديزيز او نيفروتيك او انتيروبس عن طريق الاوعيه. طيب الميكانيزم الثالث اسمه ليمفاتيك، محتاج ليمفاتيك ايه؟ اوبستراكشن، وهو متصل صله وثيقه جدا بالاورام. تمام؟ الميكانيزم الرابع اسمه ايه؟ سولت اند ووتر ريتنشن، وده اللعب كله على مين؟ على الكدني. على الكدني، يحصل فيها التهابات يبقى نف ريتك نفرايتس
او ان الكيدني تجوع هايبوكسيا بسبب الهارت فيلير. الميكانيزم الاخير اسمه انكريس بيرميابيلتي، وده بيحصل على مستوى كابيلاريز. امتى توسع بيرميابيلتي؟ لو في انفلاميشن او حصل لها هايبوكسيا. سؤال اخير قبل ما نبقى النقطه اللي بعدها، العيان اللي عنده رينال ديزيز في كم ميكانيزم دلوقتي؟ الرينال ايديما ولكن العيان اللي حصل له دي بسبب الكيدني عندي كم ميكانيزم؟ اثنين كيدني الاوزموتيك. ايه دورها في الايديما؟ يعني فرو يعني فري النفرو اوزموتيك والنفريتك سولت اند ووتر ريتنشن. خلاص ده بالنسبه لاسباب الايديما، والكلام ده مهم قوي 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 قوي. بعد كده شويه كلام سهل كده، هنبدا نعمل تجميعات مع بعض، نجمع بقى الكلام اللي قلناه ده يا ولاد على شكل كلينيكال. على شكل كلينيكال ازاي؟ الكلام اللي احنا بقى نستفيد منه فعليا بعد ما فهمنا الميكانيزم. بيقول لك ان انا عندي عيان جاي يا ولاد بيشتكي من مكان منفوخ في الجسم، حته منفخه وفيها ميه. فهنبدا نشوف نفحص عده اماكن في الجسم. يعني عيان دلوقتي مثلا جاي بيقول لك والله يا دكتور انا رجلي ورمه. خلاص هتتاكد الاول رجل الورمه دي، تتاكد ان هذا الورم ميه طريق مش تيومر يعني. خلاص ميه. طيب هل يا ترى رجل واحده ولا رجلين؟ هل يا ترى الرجلين بس ولا الجسم كله؟ فتقوم عامل لنفسك سكيما كده في الاول تايبز اوف إديما، تقول ان الإديما عندي قد تكون جنرالايزد يعني في الجسم كله. وعلى فكره في الجسم كله مش لازم يبقى في الجسم كله مره واحده، يعني في الجسم كله على الاقل هتبدا بايلاترال، يعني اقل حاجه الرجلين مش رجل واحده، ده يدي احتماليه ان هي هتبقى جنرالايزد. يا اما ان الإديما يا دكاتره لوكالايزد في منطقه واحده، صابع وارم، ايد ورمه، رجل واحده منفوخه في مكان واحد في الجسم. نحط بقى الاحتمالات الكلينيكال اللي تهمنا. طب يقول لك لو العيان عنده جنرالايزد إديما يبقى العيب فين؟ في الهارت. في الفين؟ في الليمف؟ العيب في اورجن سيستميك مأثر على الجسم كله. ما هي الاورجنز اللي دخلت معانا من شويه في احداث الإديما؟ يبقى واحد كاردياك قد يكون مريض قلب. اثنين رينال قد يكون مريض كلى. ثلاثة ليفر هيباتيك قد يكون مريض كلى. يبقى جنرالايزد إديما دور على الثلاثة أورجان دول، واحد منهم اتضرب. يا إما إن في سبب أخير اسمه نيوتريشن. اسمه إيه؟ نيوتريشن. سوء التغذية أثر أكيد على الجسم كله، نقص بروتينات يعني. طيب العيان اللي عنده كاردياك إديما كده ماشيين معايا كويس قوي زي الفل، قولوا لي بقى كاردياك إديما يا دكاترة عندي ثلاثة ميكانيزمز يعملوا إديما بسبب القلب. هيدروستاتيك واحدة واحدة. أول ميكانيزم هيدروستاتيك يعني العيان عنده ليف سايد ولا رايت سايد؟ رايت سايد هارت فيلير. يقوم يحصل له إيه بقى؟ كمل جنرالايزد فينس كونجيشن وبالتالي زيادة في الهيدروستاتيك بريشر، يقوم رشح ميه في الجسم كله. صح سولت اند ووتر ريتنشن، لان مريض القلب ايا كان ليفت او رايت يبقى ده معناه ان كميه الاكسجين اللي وصل الكيدني قليله. يقوم يحصل ايه في الكيدني؟ وريني يعلي الالدو سيرو سولت اند ووتر ريتنشن. اثنين ثلاثه زياده الكيدني. والهايبوكسيا مش بس في الكيدني، ده الهايبوكسيا فين؟ في الكابيلاريز. هايبوكسيا الكابيلاريز زود البيرميابيلتي. يبقى اذا عيان عنده واحد ضغط عالي في الكابيلاريز، ضغط عالي جدا البينز يرشح ميه. اثنين ضغط عالي اكتر واكتر لان في سولت اند ووتر ريتنشن. ثلاثه وكمان البورز مفتوحه، عايز اكتر من كده لازم يجي له ايديما. خلاص سؤال كده على جنبه وهنجي له كمان شويه. يقول لك هو العيان اللي عنده مشكله في القلب اول مكان في الجسم يظهر فيه ايديما فين؟ لور ليم. صح ليه؟ عشان جرافيتي. طب لو نايم وكمان مش كده، الابعد عن القلب. وانت مش قول القلب فيه فشل؟ القلب عنده فشل يعني ضعيف. طيب الضعيف ده اصعب مكان يجيب منه دم فين؟ الابعد. الرجل ابعد حاجه، ولذلك كميه الدم اللي هيسحبها من الرجل قليل، فالكونجيشن عنيف قوي في الرجل اكتر من اي مكان. فعشان كده يقول لك دايما مريض القلب بايلاترال لور لمب إديما. لو لقيت عيان رجلين الاثنين منفخين زي بعض فورا تكشف على القلب.
لازم الاثنين يا دكتور يجوا مع بعض باي لاترال طبعا لو القلب ياثر على الرجل اليمين والشمال لو واحده بس تبقى له لو واحده بقى خلاص بس ثانيه خالص طيب بص يا اولاد طب ده بيبقى القلب عندنا ثلاثة صح يبقى القلب انا حطيت رقم ثلاثة اهو طيب الكيدني عندي اثنين ميكانيزم الاسبرونيك والفالسو اسمهم ايه بقى نيفرو ونيفري الفرق بين ده وده عندنا النيفروتيك اوزموتيك يعني بيفقد ايه بروتينز ماشي بيعرف الكلام بيعزل بروتين طب والنفري نفرايتس كدني ملتهبه هو الكدني الملتهبه تعمل ايه؟ تعلم رينم وسلطه عند دكتور بنش الجستيف يبقى عندي مريض الكلى الاول طب مريض الكلى اللي هو سكه بيقلل عنده نقص سنسز اوف ايه؟ اوف قلبه خلاص يبقى ده اوزموتيك ولا ايه؟ اوزموتيك والنيتريشنال نيتريشنال هو ما خدش نقص ايه يعني؟ نقص البروتين يعني الواد ده يخش في سكه الايه؟ طب دكتور الانتستاين برضه وانتستاين؟ اه انتستاين انتروبيك زي مش موجود عندك في الكتاب انا قلت بس اكتبوها زياده كده في الميكانيزمات يعني. طيب يبقى ده يا دكاتره بالنسبه لاسباب الجينرالايز دي لو جالك عيان بيشتكي من اديمه تبدو وكانها في الجسم كله فكر في الايه في الاربع احتمالات دي. لان اللوكالايز اديما ركز بقى معايا هقول لك مثال واديك بقى تحلوه كويس. ركز كده معايا كده في المثال ده لو جه واحد بيشتكي يا اولاد ان رجل واحده بس ورمه رجل الشمال بس ورمه لحد كعب الرجل قدم الرجل منفوخ لحد الكعب حلو ده جنرالايز ولا لوكالايز حلو جيت افحص الرجل لقيت ان فيها ميه فعلا ما هوش ورم يعني مش ماس كله منفخ يبقى لوكالايز اديما طيب لو لقيت ان الرجل المنفخه اللي فيها ميه دي حمراء وسخنه وبتوجعه يبقى الاديما دي اديما ايه inflammatory exclude يبقى دي واحده واضحه اهي دي واضحه بالعين انها ممكن تكون inflammatory edema ممكن تكون ايه inflammatory edema ادي واحد طب لو ما لقيتش الرجل حمراء ولا سخنه ولا بتوجع يبقى مش inflammatory يبقى ايه مسدوده مسدود ايه اللي مسدود artery فين ولا فين فين او لين يبقى الإديمة لو كانت localized ومش inflammatory تبقى obstructive يبقى في حاجة تسد واللي يتسد يا دكاترة يا فين يا لمف ليه مش أرضي؟ قول لي ليه مش أرضي؟ هو يا دكاترة لو الأرضي أنا بقول لك أنا قلت فين أو إيه؟ أو لمف هو الأرضي لو تسد كونجستن هو أرضي أهو نازل تسد نفس الجنجرين بتاع ده عكسها تماما ده انت هتلاقي الرئه ديما ولا الدم اللي واصل شرانك فيل بالسلس نيكروتيك قصه ثانيه خالص ولكن انا عايز اللي راجع يتخزن اللي راجع ده راجع عن طريق الليمف او راجع عن طريق الفين يبقى انا بقى في الليمف او فين عشان تتنفخ يبقى اوستراكشن للفين او اوستراكشن ليش ما اقول مويست جنجرين لو قفلنا ايه؟ ماشي معايا قصدي قفلت الارتري والفين مع بعض يعني ارتري والفين ما هو الموست جنجرين فيها اديما ليه؟ ما هو الموست جنجرين صح فيها اديما صح ليه عشان فيها بقى فيها فين برضه لو قفلت ارتري بس ما تبقاش موست سامع كده بتتعلم في بعض ما هو لازم يبقى روح يا سامع يبقى عندي فينس اوبستراكشن او ليمفاتيك اوبستراكشن ادوني مثال يا دكاتره على فينس اوبستراكشن فينس واحد عنده جلطه في اعماق القلب الرجل او ده معايا ادوني مثال على ليمفاتيك اوبستراكشن ليمفانجايتس تيومر باراسايت زي ما انت عايز خلاص طيب عايز اقول لكم حاجه بقى معلومه هنقول تفاصيلها قدام برضه بس ما انت عارفها دلوقتي طالما جت سيرتها. انا دلوقتي عملت اكسكلوجن للانفلاميشن ليه؟ لان له علامات صح؟ ريدنس هوتنس ويلين بين لوس الكلام ده. طيب قدامي بين ولا اقدر افرق ما بينهم؟ هو طبعا الطبيعي ان عيان زي ده انا شاكك ان عنده مشكله بيعمل نوع من انواع الاشعه اسمه دوبلكس. دوبلكس دوت عباره عن جروب زي القلم اللي انا ماسكه كده يقوم جاي ماشي فاحص الاورده ماشي على الرجل من بره يصور زي السونار اشعه تلفزيونيه موجات صوتيه بس موجات صوتيه الجروب بتاعها رفيع كده اهو فيقدر يمشي مع مسار الاورده ويقول الانسداد فين طب انا ما عنديش التوبلكس ده وعايز احط احتماليه الهيستوري لا
هتعمل ايه؟ عايز افرق دي فينوس ولا لمفاتك؟ هتعمل ايه؟ اضغط اضغط على الإديمة. لو لقيت ان الإديمة سوفت سوفت يعني بيتنج بيتنج يعني بتعمل بيت يعني لما اضغط تعمل مكان صابع حفرة دي تبقى سوفت يعني اللي موجود في التيشو مية ولا لمف؟ مية دي مية انت عارف لو لمفاتك قديمة؟ اللمف يا دكاترة مية بس ولا مية ويست برودكت؟ مية ومخلفات أنسجة ده مش هتوجعه لا مخلفات الأنسجة دي يعني حاجات ميتة فيقول لك ان المخلفات دي لو فضلت في التيشو بتعمل تليف يعني النسيج هيبقى منفوخ بس ناشف ناشف بسبب التليف فيقول لك دايما الليمفاتيك إديمة لو هي ليمفاتيك هتبقى نون بيتنج تضغط ما تخشش مع صفحه مش ناشف لدرجه الماس هو ستيل برضه لا لا هو اصل السكن ناشف السكن يعني ايه سكن ناشف سكن ناشف يعني انت لما تضغط كده ما يعملش بيت انت حاسس ان في ميه بس ما بيسيبش علامه حفره كده في ايدي هو طبعا هنا عشان ما فيش إديمة فانت مش شايف الكلام ده تعرف لو عيان عنده إديمة عنده إديمة سوفت إديمة بضغط وشيل صبعك هتلاقي في مكان حفره موجود علامه صبعك ما هو اسمها بيتنج دي سوفت إديمة العيان اللي عنده ليمفاتيك إديمة اضغط في ميه حاسس بميه شيل صبعك ترجع تمام سيبش مكانها حفره ليه لان الليمفاتيك إديمة بيقول عليها هارد يعني الى حد ما مش فنان يبقى اذا كده عرفنا نفرق ما بين الجالايز والايه واللوكالايز قولوا لي كده الانفلاماتوري إديمة حصلت ازاي يلا انفلاماتوري إديمة حصلت ازاي ميكانيزم زادت ليه؟ برميابيليتي طب البرميابيليتي يا اولاد لما تزيد انا فتحت البور ميه بس اللي هتخرج ولا ميه ببروتين؟ ميه ببروتين مش كان اسمه ايه ساعتها؟ اكسيوديت يعني هيخرج اكسيوديت ميه ببروتين ركزوا على الحته دي ولكن لما يخرج بره ميه ببروتين يعني البروتين في التيشو بقى ايه؟ زيادة طب الروتين في التيشو يعمل ايه؟ يسحب ميه اكتر انا دلوقتي يا اولاد انتوا قلتوا الانفلاماتوري إديمة الانفلاماتوري إديمة قلت زودت الايه؟ برميابيلتي يعني ايه زودت برميابيلتي؟ يعني فتحت الايه؟ البور لما تفتح البور هنفرق ما بين الميه والبروتين ولا كله بيخرج؟ وبالتالي بيخرج بره اكسيوديت عباره عن ميه ببروتين محتوى الانسجه من البروتين زاد ولا قل؟ زاد يبقى عندي البروتين في النسيج دلوقتي زاد والبروتين بيعمل ايه؟ يسحب ميه هيقوم ساحب ميه بزياده دكتور نمبر 2 جنيه ايه؟ نمبر 2 جنيه النمبر 2 جنيه عادي نمبر 2 بس ايه اللي فرق بينها بالعلامات نمبر بيتنج لا الليمفانجايز ليمفاتيك قديمه الليمفاتيك قديمه هارد الليمفاتيك قديمه هارد اللي فات دي ما دايما هارد انا هارد لان في دي هارد لا دي مش هارد سوفت دي مش تليف مفيش تليف هيحصل كل الاكسيوديت ده هيمشي في الليمف بعد كده الليمف بايظ ولا الليمف سليم في الانفلاميشن طالما الليمف سليم كل الاكسيوديت ده هيتحرك مع الليمف بعد كده مش هيقعد فتره في الانسجه انه يحفز عمليه تليف عكس الليمفاتيك ريجن خلاص يا اولاد يبقى تاني قسمنا الإديمة according to distribution إلى جالايز وإيه؟ لو جالايز إديمة فكر في مين؟ أورجنز اللي هم مين؟ كاردياك رينال ومين تاني؟ وليفر و نيوتريشن طب يقول لك لو لوكالايز إديمة فكر في إيه؟ انفلاميشن مفيش انفلاميشن؟ اوبستراكت اوبستراكت يا إما ليمفاتيك يا إما فينوس خلاص؟ تعالوا نشوف إيه الباثولوجيكال فيتشرز في الإديمة يعني جروس ومايكروسكوبيك ولاب شويه كلام فاضي. يقول لك لو احنا دلوقتي عايزين يا دكاتره نفحص الإديمة جروس. الإديمة يقول لك اشهر تيشو في الجسم يشوف فيه الإديمة ايه؟ تيشو مش سايد تيشو. سكن. صح؟ بيقول لك ان الإديمة جروس لي بالعين. موستلي بتبقى سب كيوتينس تبقى ايه؟ سب كيوتينس. يعني بلاقي دايما القديمه الميه بترشح بلاقي تحت الجلد كويس طب سبكيوتينيوس ركز بقى معايا في السؤال ده بيقول لك لو لقيت القديمه السبكيوتينيوس
يعني الجلد طبعا هيبقى سوولن منفخ. لو لقيت ان الانتفاخ الساب كيتينوس ده موجود بايلاترال لور ليم تبقى ايه؟ هارت فيلر. تبقى كارد صح. طب يقول لك لو لقيت الانتفاخ ده بيري اوربيتال. يعني ايه بيري اوربيتال؟ بيري اوربيتال يعني حوالين العين. شايفين يا اولاد المنطقه الجفن اللي حوالين العين ده او الجفن ده والجفن ده؟ يقول لك المنطقه دي تلاقيها منفوخه ميه. يقول لك المنطقه دي بتتنفخ ميه مش في حالات الكاردك. امال في حالات ايه؟ اي اديمه تانية. اي اديمه في الجسم الجنرالايزد هتبدا بالمنطقه دي ما عدا القلب. وعلى سبيل المثال كتابك ركز على الرينال. يقول لك العينه ان الرينال كام نوع؟ نيفريتك ونيفروتك. يقول لك عين الكلى بلاقي الاول عينين منفخه الاول. بري اوربيتال اديمه. بس على فكره مش كدني بس. اي جنرالايزد اديمه بتبدا هنا. لان ده اكتر مكان في الجسم بيتاثر بالهايدريشن والدي هايدريشن. وانت عارف لو ما شربتش ميه كويس؟ بيبان عليك الدي هايدريشن ازاي؟ سانكن اي. يعني انا شايف دلوقتي انا عارف مين بيشرب ميه بيشربه يبان يعني. يقول لك بيحصل كده والطفل لما يبقى عنده جفاف يقول لك بص على عين غائره. طيب يقول لك لما يبقى شارب ميه كويس؟ عين مش غائره. مش غائره. سبحان الله. خلاص؟ يقول لك اشمعنى المكان ده بالذات تحديدا يعني؟ يقول لك لان المنطقه دي فيري لوز. فيري ايه؟ لوز. فبتجمع ميه كتير. يعني سهل انك تجمع ميه ويتسحب منها ميه. فدايما الاديمه تظهر بري اوربيتال. انت عارف لما اكون في اجازه كده ونايم مثلا في السرير بقى مثلا 25 ساعه نايم ما بتتحركش والفلويد بتاعك ما بيستهلكش ولا بتعرق ولا بتتحرك ها؟ يوم تصحى من النوم كده تلاقي عينيك منفخه كده مش عارف تفتح عامل زي الرينال فيلر بالظبط. ما المنطقه دي بتخزن فيها ميه لو الميه زياده ويتسحب منها ميه لو الميه قليله. فبلاقي البري اوربيتال اديمه احد علامات الايه؟ الرينال او العلامات الجنرال يعني. دكتور مش علامات الادمان؟ ادمان ايه يا عم؟ لو عنده اديمه لو مدمن عنده اديمه. طيب امال ليه القلب تحديدا ما راحش للعين؟ اشمعنى الكاردك ما راحش للعين يعني؟ لان الكاردك مشكلته ايه؟ اعلى ضغط في الجسم يبقى تحت. ما هو اشمعنى ده ما راحش في العين؟ والله العين ده قصه عامله اي اديم. ليه العين الكاردك ما بداتش في عينه؟ بدأت في رجله لأنه كاردك. كاردك ده مشكلته ما بيعرفش يسحب دم. أصعب حتة بالنسبة له الرجل. أعلى ضغط في الرجل. أكتر مية في الرجل. بس يا دكتور مش مفروض السكين بتاعت العين تبقى لوز أكتر من الرجل؟ يعني الناس اللي عندها هارت فيلر فعقبال ما الإديمة تبان على رجلهم أصلاً بيفضلوا مدة مش لا 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 ده أول مجرد ما القلب يحصل فيه مشاكل تلاقي صوابع رجله تنفخ على طول. منطقة لسه بعيدة والقلب ضعيف ما يسحبش منها مية خلاص كونجستد. بريشر رشح مباشر فالميه بتتخزن اكتر تحت ما بتاثرش قوي عليه. ده بالنسبه للسب كيتينيوس. طيب في عندنا دكاتره قصه جروس اسمها بالمونري اديما. اسمها ايه؟ بالمونري اديما. يعني الميه فين؟ في الانترستيشال تيشو اوف ذا لانج. سؤال بقى يقول لك هو امتى العيان الاقي عنده بالمونري اديما؟ هديك اختيار رايت سايد هارت فيلير ولا ليفت سايد هارت فيلير؟ ليفت ولا رايت؟ ليفت. اشمعنى؟ يقول لك ليه بقى؟ يقول لك هو القلب يا اولاد بيوصل الدم اللي بيدي لمين؟ الرايت. الرايت بيدي لللنج. لللنج يعني خلاص؟ واللنج بتودي لمين؟ ليفت. بتودي للليفت صح كده؟ لكن اليمين يودي اللنج الشمال يسحب من اللنج. عشان يحصل كونجيشن في اللنج لازم الشمال ولا اليمين؟ كونجيشن يعني مش هعرف اوصل الدم. كونجيشن يعني فيا ضغط عالي يعني دمي متخزن. يبقى ده اللي يبوظ. ليفت سايد هارت فيلر. صح؟ يقول لك دايما الاديمه في اللنج بتبقى سبب ليفت سايد هارت فيلر. طيب عايزين نوصف يا دكاتره لنج اديماتس. كلام فاضي. الوزن والحجم هيزيد يبقى الحجم والوزن انلارج وانكريز بويت. طب لو احنا خدنا كات سيكشن في اللنج يا دكاتره قطعنا فيها كده كات سيكشن هيخرج لا مش بلجنج هيخرج لا بلجنج لو في الخلايا مش في الخلايا انترستيشن وفي الالفيولاي هيخرج منها ايه؟
هيخرج منها ميه بس لا ولا ميه بهواء تمام طب ميه بهواء اسمها ايه نيوموثوركس لا ميه بهواء اسمها ايه فروث يعني فروث رغاوي يبقى هلاقي في الكات سيكشن فروث يعني ميه بهواء ميه بخلط بهواء بس على فكره مش بس فروث ده بلادي فروث يعني ميه بهواء بدم طب ليه هو ميه ليه الاول ميه عشان ليه فيها دي ليه هواء القلب ليه هواء خلاص ليه دم في كبير كمان كبير هترشر كبيرز هترشر ليه هترشر كبير ضغط عالي او ضغط عالي ان انت الشمال بقى مش عارف ياخد دم فطالما مش عارف ياخد دم يبقى الضغط هيزيد فهلاقي عندي دم وهلاقي ميه وهلاقي ايه هواء فيقول لك الكات سيكشن بيبقى بلادي كروثي يعني دم ميه هواء رغاوي مدممه ده بالنسبه لدكاتره ليه الله طيب الجزء الاخير عندنا بيتكلم على الكلينيكال افكتس اوف اديما المشاكل بتاعه الاديما المايكروسكوبيك لو احنا عايزين نبص تحت الميكروسكوب اشوف ايه في الاديما اشوف انفلاماتوري هو في غلطه كده مكتوبه في الكتاب انا هقولها لكم تقولوا لي دي صح ولا غلط كده المايكروسكوبيك المفروض اشوف ايه في الاديما لو انا خدت عينه من الجلد بس شوف ايه شوف ميه على حسب هلاقي سبيسز طبعا حلو هلاقي سبيسز هي الميه ولا بتاخد صبغه لا يعني بيروح فاتح قوي فهلاقي ان في سبيسنج في الاكسترا سيلولر ماتريكس اكسترا سيلولر ماتريكس جواها ميه فالالياف كده في ما بينها مسافات كولاجين كده بينه وبين الفايبر اللي جنبه مسافه ليه في ميه جوه الكتاب مزود كلمه يا ريت ما زود قال لك وهلاقي السيلولر سويلنج هل ايه؟ سيلولار سويلنج الخلايا منفخه فيها ميه، هل هذا الكلام صحيح؟ لا ازاي؟ احنا بنتكلم الخلايا فيها ميه صح؟ ليه مش صح؟ لأن الإديمة ميه فين؟ انترستيشن وليس انترستيشن دخول الميه للخلايا ده ميكانيزم تاني خالص مش كده في يقول لك عشان الميه تخش الخلايا ده ميكانيزم تاني خالص، ايه الميكانيزم؟ الصوديوم صوديوم تشانلز يحصل فيها مشاكل بسبب هايبوكسيا بسبب سيل انجري قصه ثانيه خالص ولذلك وجود الميه في الخلايا ده غلط تمام هم يمكن ما خدوش بره مش لو يعني تعالى من بره ليه تعالى من بره عشان ده كتاب من الكليه لا طب هو مش لو الميه زادت فعلا بره واحنا يعني كنا عندنا القاعده المليان بيصب على الفاضي يعني الميه تبقى عطشه لا يعني الضغط العالي بيودي للضغط القليل الميه الكتير بتودي لا اصل بص دخول الميه للخلايا عمليه الميكانيزم اكتف صوديوم بامب يطرد لو الميه يطرد صوديوم عشان الميه ما تخشش عمليه اكتف طالما ميه تبقى مزوقه كده جوه ده السيل بيحصل لها فلاتنج قبل ما تخش جوه الميه بس كتاب الكليه ولا تبرر بص يا ولاد السؤال احنا كده قلنا الميكروسكوبيك اللي بيحصل سبيسنج بين السيلز وقلنا ان الجروس ان انا هلاقي اماكن في الجسم ورمه سبكيتينوس او ايه او لانج سبكيتينوس قلنا مكانين يا اما لور لامب يا اما ايه بري اوربيتال وعرفنا ده امتى وده امتى وعرفنا اللانج امتى وبنشوف فيها يقول لك الميه اللي احنا هنسحبها من الانسجه هحللها معمليا هلاقي ان عندي نوعين من الميه يا اما اكسيوديت يا اما ايه اكسيوديت طبعا الكلمه دي اسمها ايه انفلاميشن يبقى ده فلويد اوف انفلاميشن يا اما ترانسيوديت يا اما ايه ترانسيوديت وده الفلويد اوف اديما ده اللي عنده مشكله سيركيولاتري يعني هايدروستاتيك بريشر اوزموتيك ده مشكله الشابتر بتاعك اكسيوديت وترانسيوديت حد يعرف يقول لي الفرق ما بينهم هو انا هقول لكم عده عناصر كده نقط وانتوا قولوا لكم المقارنه. النقطه رقم واحد مين كلير ومين تربت؟ الكلير ترانسيديت كلير والاكسيديت تربت معبكر ليه؟ عشان مليان بروتين اند سيلز وفي انفلاماتوري سيلز كمان. طيب يبقى اذا نسبه البروتين اكبر فين؟ في الاكسيديت. حد عارف البروتين بيوصل كام في الاكسيديت؟ أكثر من 4 جرام في المية. أكثر من 4 جرام في المية. بينما الترانسيوديت أقل من 1. بروتين قليل. طيب. يبقى إذا البروتينز أكثر هنا وأقل هنا.
وبالتالي نستنتج ان الكثافه النوعيه سبيسيفيك جرافيتي اكتر فين؟ في الاكسيليت بتعدي ال 1020 10 20 ولكن في الترانسوديت اقل من 1012. هو السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه كام؟ 1010 بس جبت ال 10 دي منين؟ 10 دي بتاعت 10 ديت لو انت في شويه بروتينات بسيطه او شويه يعني هي بتبقى 1000 فبيقول لك الترانسوديت يعني 1012 مش فارق كتير قوي انما الاكسوديت بيعدي ال 1020 1030 1040 بيبقى زياده خلاص؟ طيب قولوا لي الكلينيكال افكتس ايه مضاعفة ايه يعني لما واحد عنده اديمه في رجله يعني ايه مشكلته؟ الاديمه ممكن تعمل مشاكل اللوس فانكشن لا لا واحد عنده اديمه تحت الجلد هيلوس فانكشن ليه يعني؟ مش هيمشي مش هيتحرك مش هيعمل كومبريست يا دكتور وجود الميه في الانسجه مع علاقه الميه بالانفكشن بتزوده زود فرص الانفكشن ده لو شكه بسيطه ممكن تقلب بسيلولايتس مش قلل برافو لو شكه بسيطه في رجل ايديميتس ممكن تقلب بسيليولايتس عارفين سيليولايتس؟ ديفيوز انفلاميشن الرجل تورم وتحمر يبقى خطوره الميه انها بتزود فرص الانفكشن ده واحد اثنين طب لو عنده جرح في منطقه فيها ايديما مش هتفهم يعني مزيد. صح يبقى الصب كتينيوس ايديما تزود الانفكشن تقلل الايديما ده لو في جلد امال لو ايديما في اللنج بالمر ايديما ميه في الرئه دكاتره اخبار الفنتليشن قليل وفرصه الانفكشن بتزيد يبقى في اللنج بتزود الانفكشن وتقلل الفنتليشن في الجلد بتزود الانفكشن وتقلل الهيما خلاص طب لو قديمه في البرين هو الهيلينج بيقل الانفكشن زياده اه طبعا فرصه انفكشن عاليه عشان تضغط على البرين وتضغط على البسس طيب لو قديمه في البرين ممكن تموت قديمه في المخ تموت ممكن تعمل غيبوبه تموت طبعا لان بيقول لك ان المخ ممكن يحصل له هيرنيشن عارف يعني ايه هيرنيشن هيرنيشن يعني جزء من المخ يخرج من الفورم فورم ماجنم جزء من المخ يخرج من الفورم الماجنم طب ولما يخرج ايه اللي هيحصل يعني اللي بعد كده جزء من المخ ايه اللي هيحصل له؟ يقول لك لما المخ ينزل من الفورم الماجنم ضغط طبعا هيزيد الفايتال سنترز اولا بتموت مع الضغط العالي الحاجه الثانيه بيحصل كومبريشن على السنترز اللي موجوده في البرين فطبعا ده بيبقى فيتال وبيعمل ممكن يعمل باراليسيز وسنسوري لوس يبقى اسمه سيريبرال هيرنيشن هو ده يا دكاتره موضوع الايديما هديكوا بريك 5 دقايق او 10 دقايق بس لما تقولوا لي الموضوع تاني كده بسرعه تقولوا لي بس على جرب انت معلش وانا حصل هيرنيشن في البرين عشان المفروض البرين بيقطع من الجيوب طب يعني المنجيز تنزل بينزل من المنجيز فعلا بيهرنيت مع المنجيز فعلا تمام بس انا كده السباينال كورد بيكمبرس على السباينال كورد بس هو واحد عنده برين هيرنيشن هيفكر في السباينال كورد هيموت دكتور انا دايما عندي سؤال في القديمه يعني ليه ما بتتسحبش بالسيرنج بتتسحب ازاي وانت الميه ما بين الفايبرز بتاعت التيشو اكسترا سيلو ماتريكس بتتسحب من ايه؟ منين؟ وباسحبها انت قول لا طب انت اشمعنى في اللنج بتتسحب؟ في اللنج بتسحب الهيدروثوركس لو في قديمه في البلورا انما قديمه جوه اللنج ما تسحبش طيب يا ولاد نرجع بسرعه يلا دكتور ازاي بتعمل علاج الايه؟ القديمة؟ تريتمنت اوف ذا جوز ايوه هل انت هل الذي يعني عايز الذي فين بس الان؟ امامك الان اي قديمه اي قديمه علاجها وعلاج السبب يعني قديمه الرجل سببها ايه؟ الليمفاتيك اوبستراكشن شيل فينس اوبستراكشن عالج الجلطه هارت فيلير عالج القلب علاج السبب خلاص؟ طيب يا اولاد بسرعه العناوين بصه سريعه بس على الورقه كده نراجع مع بعض. الله اسباب يا شباب مش هتاخدوا بريك بطلوا كلام. اول حاجه عندنا كوزا باثوجينس اوف ايديما الاسباب قلنا هيدروستاتيك اوزماتيك ليمفاتيك سولت بص على الورق سولت اند ووتر ريتنشن وزياده في الفيرم 100% بعد كده قسمنا الايديما الى جنرالايز ولوكالايز قلنا جنرالايز كارديا كرينا ليباتيك نيوتريشنال اربعه تحت شايفينها طيب وعندنا لوكالايز يا اما انفلاميشن يا اما اوبستراكشن والاوبستراكشن يا ليمفاتيك يا ايه؟
يا فينس. قلنا الفرق بينهم ازاي؟ بيتنج ونون بيتنج. مين النون بيتنج اللي هي هارد ليمف؟ اشمعنى؟ بيساعد على الفايبروز. ايه الباثولوجيكال فيتشر؟ خدنا جروس مايكروسكوبيك كلينيك. الجروس يا اما سب كوتينيوس، اقول لك لو في الرجل بايلاترال يبقى كارد، لو في العين كيدني او اي حته ثانيه. خلاص، وقلنا انها بيتنج ولون بيتنج. البالمونري اديما قلنا سببها رايت سايد ولا ليف سايد؟ ليف سايد. وقلنا بيبقى الكات سيكشن اسمه ايه؟ بروفي بلاد، ميه هواء دم. المايكروسكوبيك قلنا سيباريشن في الماتريكس، وفرقنا بين الاكسيبيت وال ترانسيديت. الكومبليكيشن في الجلد، تزود الانفكشن تقلل هيلينج. في اللنج تزود الانفكشن تقلل فنتليشن. في البرين بتعمل هير. هتاخدوا بريك يا ولاد يلا 10 دقايق كده. نعم. شابتر اسمه سيركلاتري ديسوردرز او ديستربنس اوف سيركلاتري اوف انا عاجب. ايوه والله.